فضيلة الشيخ، هل يثاب المسلم إذا فعل وعمل أعمالا بغير نية كعمادة الأذى عن الطريق وكالمصافحة وكالسواك وحضور مجلس الذكر من غير نية، من غير أن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ الأعمال الصالحة قسمان: أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي الاحتساب ولكن نوى القيام بالواجب فإنه يثاب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجرا، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. ويدل لهذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا إذا فعل الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا أمر زائد على الخيرية التي ذكرها الله في أول الآية. فإمادة الأعمال عن الطريق نفعها متعدد، فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية حال هذه الإمادة.